اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن عادل طيب. ازيك يا كابتن عادل؟ كابتن اسلام مشرف ومنور. نورك يا كابتن. ربنا يخليك كابتن. بطوله ورا بطوله ورا بطوله، ولكن تظل دائما البطوله الافريقيه اهم بطولات عند النادي الاهلي، من اهم البطولات عند النادي الاهلي طبعا. بسم الله الرحمن الرحيم. بدايه لازم نهني جمهور النادي الاهلي، مش جمهور النادي الاهلي بس، والشعب المصري كله، مجلس الاداره والجهاز الفني والاداري واللاعبين. شرفتونا في المحفل الدولي العظيم، وكل جولات الانباء تتكلم على النادي الاهلي. كسبنا الجانب الكبير الفني والمادي، مكاسب في جميع المناحي، واكتسبنا خبرات من اللعيبه. قابلنا فرق عظيمه جدا، قويه جدا، احسن تيم في العالم. وزي ما توقعنا مع حضرتك ليله المباراه، وقلنا ان النادي الاهلي ان شاء الله هيكون مشرف. 11 فرصه منهم 4 اهداف مؤكدين الشوط الاولاني. قبل ما يروحوا للجول بتاعنا كان شريف مرتين، وحسين الشحات، ومع عبد المنعم. الشوط الثاني التعادل كان في ايدينا، وبرضه حسين وشريف وطاهر وقفشه طبعا جوه 6 يارد. والماتش اللي بعديه، لان النهارده الكاف بيشتكي للفيفا انه ازاي الحكم ده دايما ظلم النادي الاهلي، وانه ما ينفعش ابدا انه دايما الحكام بيجوا على افريقيا. فلازم كلنا نبقى زي ما راسنا مرفوعه طول عمرنا. النادي الاهلي 144 بطوله، اكبر نادي في العالم، بينافس ريال مدريد وبينافس برشلونه وبينافس الانديه الكبيره. طبعا المقدمه دي كنت لازم اقولها. وبرده في حاجه تانية، ببارك لنادي الهلال على المركز الثاني. و كنت اتمنى نكون احنا في المركز الثاني لولا الاخطاء التحكيميه والاخطاء الفرديه البسيطه اللي كانت عندنا. وبهنيهم مره ثانيه ان هم هينظموا كاس عالم للانديه في ديسمبر اللي جاي، يعني كمان 10 شهور ان شاء الله. كمان يعني صح في ديسمبر او اول ديسمبر، يعني هقول 11 شهر، يعني 10 شهور. يعني فطبعا دي هتبقى حافز كبير جدا للنادي الاهلي واللعيبه والجهاز الفني والناس كلها، لان الجاليه المصريه في السعوديه هتبقى بعد توفيق ربنا وبعد سند ربنا للنادي الاهلي، هيبقى باذن الله تعالى سند كبير للمجموعه ديت. زي ما حضرتك عارف والناس كلها عارفه، ان النادي الاهلي طول عمره حتى في الفتره الاخرانيه، في العشرين سنه الاخرانيه 2004 او 2005، دايما النادي الاهلي بيخش على البطوله، خلص البطوله بيفصل ويروح داخل على البطوله اللي بعديها. فالاجيال دي كلها من 30 سنه، وهي على طول عمليه الفصل ما بين بطوله وبطوله دي موجوده عند النادي الاهلي وموجوده في كل الاجيال. والجيل الاخراني ده اللي موجود يطلع من سان داونز، يطلع على الهلال، يروح على الدوري يعني. وطبعا ما كانش فيه دايما مسانده من للاسف من لجنه المسابقات ومن اتحاد الكوره، ان زي النهارده اللي تعرف حضرتك النادي الهلال متاجلين له ماتشات. فمفروض ان انا السوداني الهلال السعودي السعودي عنده ماتش في الدوري النهارده، اتاجل له علشان اللعيبه تبقى مرتاح. البطوله الافريقيه مهمه جدا بالنسبه لنا، واللعيبه عارفين انها مهمه جدا، والاداره لم تقصر، ولا الجهاز الفني قصر، بالعكس واللعيبه لم تقصر. لا، اللعيبه ما قصرتش ابدا، كل اللعيبه ادت اللي عليها، ولكن احيانا بيبقى في عدم توفيق بيبقى غير مقصود طبعا. فانت عندك افريقيا يوم السبت ان شاء الله، طبعا هنتكلم على الماتش، لكن بعد ما بتخلص افريقيا ترجع على اسوان، بعد اسوان هتروح تلعب مع سان داونز. فعمليه الفصل ديت الراجل المدير الفني عامل حسابه عليها كويس قوي. ايوه. و من التشكيلات اللي كان بيلعب بيها قبل كده، انا حاسس ان هو في لعيبه مدخرها للماتشات دي، وفي لعيبه ما كانتش بتلعب في كاس عالم الانديه، اعتقد ان هو هيدفع بيها في الماتشات اللي جايه. دي الرؤيه بالنسبه لي، ان طبعا النادي الاهلي دايما باستمرار عمليه الفصل موجوده. وبرده في نقطه تانية مهمه، احنا بنسبه 95% بفضل الله
الفترة الأخرانية احنا لعبنا 4 ماتشات وقبليهم 7 ماتشات 11 ماتش نسبة نجاح تقريبا 100%. لما ريال مدريد اللي بكون بلعبه وضيع 11 فرصة، لا ده برشلونة بتلعب ريال مدريد ما بتضيعش الفرص دي. قدام فلامينجو شفنا الانفرادات وشفنا الأهداف اللي ضاعت. فأنا بقول نسبة 100% اللعيبة الحقيقة أدت أداء مشرف جدا. كان حصل بعد التوقف إخفاق بسيط في مرتين ثلاثة، لكن على طول الراجل واللعيبة استعادوا التوازن، ولله الحمد التوازن ده أعتقد أن الراجل ابتدى يحط إيده على كل إمكانيات كل لاعب، ابتدى يعرف من خلال التدريبات، يعرف أن خالد ممكن يلعب باك ليفت وباك رايت وسيرت باك، خالد عبد الفتاح ابتدى يعرف أن حسين الشحات في الجبهة اليمين لو اداله ماتشات واداله ثقة هياخد، أحمد عبد القادر بيصبر عليه. احنا أنا في مرة كنت معاك وانتقدنا أحمد أنه بيمسكها زيادة، فهو مصر أنه هو يديله، ومع ذلك عملية الصبر عليه بيدفعه أنه يؤدي بالأداء الرائع اللي أدى به ماتش فلامينجو الأخراني. فالراجل ابتدى يحط إيديه على نقاط مهمة جدا بالنسبة للعيبة، وابتدى يوزع الأحمال من خلال الناس المساعدين اللي معاه، مخطط الأحمال أو الراجل المسؤول عن الأحمال دايما كابتن إسلام بيشتغل من خلال المدير الفني. يعني المدير الفني هو المايسترو، أنا شغل هنا الطبلة، شغل هنا، هنا هيوقف، هنا هيسكت الكورس، هنا هيعلي، هنا هيوطي. فالمدير الفني بيبقى مسؤول عن كل صغيرة وكبيرة، حتى لو معاه راجل بتاع تغذية وشاف انه في حاجة انا مش مظبوط، طب الراجل بتاع الأحمال هو قاعد بيقول له انت هتعمل بالشكل الفلاني، ممكن جدا يجي يقول له النهاردة قف، النهاردة انا مش عايز أحمال، تديش شغل النهاردة. ليه؟ لأن دي هو ده هو المسؤول الأول والأخير عن الجانب ده. فدايما المدير الفني مسؤول عن كل حاجه موجوده حتى بما فيهم الملعب، تعرف يعني طلب تغيير ارضيه الملعب، دي شغلانه اداريه، ومع ذلك هو هي اداريه وفنيه لانها بتاثر على الجانب الفني بتاعه. ده يعني طولت انا في الجزئيه دي، لكن كان مفروض ان انا يعني اوضحها للناس. طيب الكاف النهارده خد قرار بعدم وجود جمهور في مباراه الاهلي والهلال، شايف القرار ده ازاي؟ والله انا بشوف انه قرار صائب، لان انت لو تفتكر حضرتك طبعا ان احنا والسودان بلد واحده اشقاء، وفي السودان جاليه الشعب السوداني والشعب المصري الاثنين شعب واحد طول عمرهم يعني. نعم. لكن احيانا العصبيه بتبقى مش مطلوبه يعني. اعتقد ان احنا لا، وبعض الاشتراطات الفنيه اللي مش موجوده في الاستاد هي اللي خلت الكاف هو اللي ياخد هذا القرار. بس برضو يا كابتن لو تفتكر الماتش كان لم تنفذ الاشتراطات الامنيه الفنيه من ساعتها، لا ايام فايلر كان السنه اللي فاتت كان حصل تجاوزات ونزلوا الملعب، لا ملهاش علاقه، دي كان العلاقه بعد كده ان احنا الاتحاد الافريقي لكره القدم عمل ايه؟ حط بعض الاشتراطات اللي يجب تواجدها في جميع الاستادات في افريقيا كلها عشان يبقى في جمهور. ففي بعض الاستادات لم تطبق الاشتراطات لغايه دلوقتي، هي دي ممكن عشان كده فريقها بتلعب بره احيانا زي المريخ زي الهلال زي في فريق اخر اعتقد في اوغندا مش فاكر الاسماء، لكن حصلت يعني. وبرضه انا استغربت يا كابتن، بنتكلم دايما بصراحه معاك طبعا يعني. طبعا المريخ المفروض كان عايز يلعب على ملعب الهلال، ملعب الهلال رفض ان هو المريخ يلعب ماتشاته في بيلعب في ليبيا. ف برضه دي يعني الحتت دي يعني بتبقى يعني، لكن طبعا الاتحاد الافريقي الحقيقه خطوه موفقه جدا، والاشتراطات لما تعرف الفترات قبل كده كانت الاشتراطات دي والحاجات دي ما كانش حد بياخد بيها، لا دي بقالها سنه تقريبا ومصممين على ان الاشتراطات دي تبقى موجوده. متسيب الحقيقه، متسيب الحقيقه من ساعه ما جه مش كويس قوي غير الـ بس هو يدخلوا الفار من اول الدور ال 64 او من دوري ابطال افريقيا، اعتقد ده مهم جدا. هو قال كده على فكره في فتره الانتخابات، قال الفار هيشتغل. لم يحدث، ما حصلش وبدأ من دوري المجموعات. معرفش كمان دوري المجموعات ولا من الدور القادم كمان. اعتقد لا من دوري المجموعات،
صححوا لي يا شباب لو انا بقول الحاجه غلط. طيب برضه يا كابتن، مواجهه الاهلي والهلال هي مواجهه دائمه او يعني بنشوفها كتير الفتره اللي فاتت دي، يعني شايف هذه المواجهه في ظل الاهلي طبعا نادينا وفريق كبير وكل حاجه، والهلال نفس الكلام فريق كبير وواحد من ان لم يكن الاكبر فهو واحد من اكبر الانديه اللي موجوده في السودان، جماهيريه كبيره من الناحيه الفنيه، عندهم مجموعه كويسه جدا لو اتفرجت على مباراه سان داونز، عاملين مباراه رائعه امام سان داونز، وبالتالي مباراه بنشوفها كل سنه ولكن السنه دي قد تبدو مختلفه. هم جابوا اضافوا عناصر جديده 11 او 10 اضافوا عناصر جديده وجابوا مدرب جديد وعمل شغل قوي معاهم، واللاعب السوداني وخاصه في الهلال والمريخ بيتميزوا بالسرعه والقوه واحيانا العنف. يعني بيبقى فيه التحامات قويه. نعم. لذلك دايما الجانب التحكيمي بيبقى مهم جدا، لان الجانب التحكيمي مهم قوي في حمايه الفرقتين. طبعا. مش فرقه وفرقه، لا انا واحد داخل عشان ياذي لابد يبقى فيه انذار وفي على طول الانذار بشكل التاني. عام يعني طبعا من المفترض فهو الحكم فهو يعني. طبعا فهو طبعا انا بتمنى ان شاء الله هتبقى مباراه قويه، ارضيه الملعب اعتقد انها اتصلحت، المباراه بالنسبه لنا اعتقد انها مباراه قويه جدا زي كالعاده، كل مباريات الاهلي مباريات قويه، مفيش حاجه صعبه وسهله. واعتقد ان اولادنا بالمعنويات العاليه جدا بفضل الله اللي ادوها في كاس العالم واللي قبل كاس العالم رايحين بمعنويات، في لعيبه عايزه تثبت ذاتها، اعتقد ان كولر كان يعني عنده بفضل الله الحكمة انه في بعض اللاعبين ما ايدهمش في كاس العالم. ايوه. وهيدفع بيهم في الماتشات اللي جايه. يعني زي شادي وزي كهربا وزي خالد عبد الفتاح لولا الايقاف كان هيدفع بيه في اسوان. كهربا كان متأيد ولعب في ماتشات كاس العالم. بس ما لعبش كتير يعني. اوكي. يعني لعب فترات يعني اوكلاند. قليل. اوكلاند وسياتل ما لعبش. في الريال مدريد لعب 7-8 دقائق والماتش اللي بعديه اعتقد ان الراجل مقسم. شادي ما تأيدش خالص، انا قاري قريب امبارح او النهارده انه هيدفع بيه في ماتش الهلال. خالد هيدفع بيه في ماتش اسوان لولا الايقاف كان هيدفع بيه. مريح هاني ماتش الاخراني ماتش في المانجو بلعبوش لعبوا اخر 10 دقائق، فدي كلها حاجات الراجل يعني بيرتب ليها للماتشات اللي جايه. الوحيد اللي مستثنى لان مكانه علي معلول. علي بيلعب كل المباريات كل المباريات لانه البديل يعني. ممكن يدفع بايمن اشرف لو ايمن جاهز ممكن بيلعب في الحته دي يعني. طيب الاهلي يستعد بقوه لهذه المباراه، تقرير ونرجع نكمل مع حضراتكم مره اخرى. استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأربعاء في ملعب النادي بفرع مدينة نصر بعد انتهاء الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة عقب العودة من المغرب. وقبل انطلاق الميران اجتمع مارسيل كولر مع اللاعبين للحديث عن أهمية المرحلة المقبلة وخصوصا مواجهة الهلال السوداني في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا. وبعد الاجتماع انطلق الفريق في تدريباته حيث خاض اللاعبون تدريبات بدنية تحت إشراف أندرياس أندويا مخطط الأحمال، ثم انطلقت التدريبات الجماعية التي حرص خلالها كولر على إجراء بعض الجمل الفنية، ثم اختتم التدريب بتقسيمة قوية شهدت تألق العديد من اللاعبين. فيما انتظم مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي في التدريبات الجماعية للفريق بعد تعافيه بشكل كامل من الإصابة بقطع في غضروف الركبة والتي تعرض لها خلال الفترة الماضية. وشارك مصطفى شوبير مع زملائه محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء، وقاد يانكو ميشيل مدرب الحراس مرانا قويا للرباعي من أجل تجهيزهم للمرحلة المقبلة. فيما تأكد غياب عمرو السلية عن مواجهة الهلال السوداني بسبب إصابته في عضلة السمانة، وسيواصل الفريق الأحمر استعداده لمواجهة الهلال السوداني بفرع مدينة نصر قبل التوجه لمطار القاهرة
عصر غد الخميس للسفر للسودان لمواجهة الهلال على استاد الجوهرة الزرقاء يوم السبت المقبل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى. كابتن عادل، بعض الغيابات قد تؤثر سلبا، خالد عبد الفتاح، عمرو السوليه، مجموعه المصابين اللي قبل كده، ولكن خليني اتكلم عن عمرو السوليه وخالد عبد الفتاح. كيف يمكن ان كولر يقدر يغطي عدم وجود خالد وعمر؟ لا، هو في طبعا البدائل على نفس المستوى، يعني بالنسبه لخالد طبعا في موجود هاني، وبعدين رامي ممكن يلعب في اكتر من مركز. وبعدين بالنسبه للسوليه في طبعا مروان، واعتقد انه ادى لمروان في الزمالك، واداله في ريال مدريد، واداله في فلامينجو، فاداله في ماتشات كتيره، علشان هو من البدايه في ماتش كبير زي ماتش الزمالك اداله الثقه. واللعيب مروان برضو ادى لكولر، اداله الاطمئنان ان انا عندي الثبات الانفعالي في الملعب، وعندي الخبرات، وعندي مدى حرصي على ان الفانيلا الحمراء انا مقدر قد ايه هي مهمه. فاثبت كفاءه عاليه جدا في ظروف مباراه، اول مباراه يلعبها مع النادي الاهلي يلعبها مع الزمالك، مباراه بتبقى تقيله، ومع ذلك كان الراجل في ثبات عالي جدا، ولياقه بدنيه عاليه جدا، تصرف في الكوره مستوى عالي، وطبعا اداله في الماتشات في كاس العالم. فديانج مع حمدي مع عمرو مع مروان، اعتقد ان الثلاثي ده لو عايز يلعب اثنين او عايز يلعب الثلاثه في الماتش اللي جاي، الثلاثه هيكونوا جاهزين. وبرضه في لعيبه ممكن يادوا كجوكر، يعني السردباكات في عندك طبعا منعم، وفي عندك ربيعه، وعندك ايمن اشرف، وعندك ياسر، مفيش، كلهم تقريبا في مستوى واحد ما عدا ايمن بس اللي هو بعيد شويه، لكن ايمن برضه بحكم خبراته الافريقيه وكاس عالم برضه ممكن ان هو يدفع بيه. فالغياب بتاع عمرو وغياب بتاع خالد ما اعتقدش ان هو هيأثر بشكل سلبي، يعني لا مش هيأثر، لان البديل واقف على رجليه، البديل بيلعب على طول. صحيح، بيلعب وبيلعب ده لسه جاي جاهز، يعني لاعب فلامينجو وفرقه تقيله، يعني فرقه جامده، وبرده ريال مدريد فرقه يعني، فبيثبت كفاءه. فاعتقد انه الغيابات دي مش هتاثر ان شاء الله على الفرقه. يعني بمتابعتك خلال السنتين اللي فاتوا للهلال والسنة دي برضو، يعني شايف أهم نقاط القوة اللي موجودة فيهم؟ أهم نقاط خط الفيرود يا كابتن. خط الفيرود هم طبعا في التمركز في خط الظهر عندهم عيوب، بيسرحوا، عدم تنظيم في الجانب الهجومي. في وسط الملعب في صانع لعب جيد، وطبعا في اثنين في المقدمة صراع وأقوياء، وفي نوع من أنواع التسديد الجيد. اعتقد تقريبا بحوالي 3-4 لاعبين، اعتقد ان كولر هيبقى وهو راجع بالطياره على طول مشغل اللابتوب بتاعه، يحط على ده لايف كمان، وهو راجع كمان ده كان في لايف مباراه سان داونز والهلال. فكلنا اتفرجنا على المباراه ديت، وطبعا سان داونز يعني كان ممكن يكسب اكتر من واحد، يعني هو جاب جول بس ضيع اهداف كتيره برضه، نتيجه ان هم برضه كان في حرص شويه، ان الهلال كان بيلعب بعنف. اوكي، بيلعب بعنف جامد، وبرضه احيانا التحكيم بيبقى عمليه صعبه جدا يعني. طيب يعني على الجانب الاخر، تقييم بقى حضرتك لمجموعه النادي الاهلي، سواء الهلال، سان داونز، القطن الكاميروني. والله الاهلي في حته ثانيه، انا شايف سان داونز والهلال والقطن الكاميروني احنا لسه ما شفناهوش السنه دي، لكن احنا شفنا الهلال وشفنا سان داونز. اعتقد ان الاهلي بالعناصر الموجوده والبدلاء، اعتقد ان هم قادرين بعون الله ان هم يتصدروا المجموعه. المهم من الماتش اللي جاي هيبقى مهم جدا بالنسبه لنا، 3 بونت دول، لانك انت راجع من بطوله، البطوله ديت
مخلياك معنويا في اعلى المستويات، وبالتالي بتفصل وبعدين داخل على مباراه مهمه. اعتقد ان شاء الله بعون الله ولادنا يرجعوا منصورين باذن الله تعالى. طريقه اللعب من وجهه نظرك اللي يقدر يلعب بيها كولر هذه المباراه؟ المباراه دي محتاجه انك تلعب بثلاثه في وسط الملعب، وزي ما لعب ماتش الزمالك كان بيدي ادوار هجوميه للثلاثي بالتبادل، بحيث ان يبقى المندفع من الخلف دايما، زي ما شفنا حمدي فتحي في ماتش الزمالك الثلاث اهداف كانوا تقريبا منه، مروان في الماتش اللي بعد الزمالك كان برضو احد الماتشات في الدوري كسبنا 1-0. كان من فريق ايه؟ نعم البنك الاهلي. البنك الاهلي اسف. برضو مندفع من الخلف وعمل الجول لشريف. فاعتقد انه الثلاثي دوت في وسط الملعب مع ادوار هجوميه وسرعه ارتداد، حمدي فتحي بيعملها كويس قوي، ديانج بيعملها كويس قوي، مروان بيعملها كويس قوي، فيبقى الخصم او المنافس ما هوش عارف مين اللي هيزيد، فدي هو بيتقنها، يعني بيدي ادوار دفاعيه وادوار هجوميه، وبيبقى عامل حسابه كويس قوي ان الراجل اللي هيزيد جوه السكس يارد او هيروح على المرمى عنده سرعه ارتداد بسرعه، ان هو ممكن ما يبقاش في خلل في وسط الملعب. وبمجرد ان انت ما سيطرت على وسط الملعب، الى جانب لابد في الماتش ده يبقى فيه استغلال قلبي الدفاع للهلال، ان الاثنين على الكرات اللي على الارض ما يبقاش في كرات عاليه اطلاقا، لان هم في الالتحامات والحاجات ديت فدايما الكرات تبقى على الارض. لما هاني بيزيد او علي معلول بيزيد ما بتعملش اوفر. اذا انا متاكد اذا كان كهربا هيلعب او شريف او شادي حاططها على دماغه، يعني على دماغه. اذا ما كانتش يبقى تتلعب بره على الارض، يا اما جوه السكس يارد على الارض. دي هتفرق معانا جدا، لان حتى الجول اللي جه من سان داونز كانت الكوره على الارض. على الارض. فهو ده بالنسبه للاطراف. الى جانب خلي بال حضرتك دايما متعودين احنا الناس الطوال بيبقى عندهم مشكله في الارض. على طول كانت الى جانب هم برضو ايه ما بيبقوش مركزين في عمليه الحركة الفراوده الفرود او الاثنين الفراوده او المندفع من الخلف ما بيبقاش معاه حد. فغير مراقب. فكولر بيلعبها كويس. الحاجة التانية والمهمة اللي برضو أنا باخد بالي منها كويس، إن الراجل زي ما قلت لحضرتك قبل كده، إن الراجل بيضغط من تحت كويس، وبعدين الكرة ما بتعديش راس الحربة. بيضغط حتى مع ريال مدريد كان بيعمل كده برضو. بضغط من تحت، ومجرد ما الكرة اتلعبت على طول بيعمل عملية رجوع، بحيث إن هو ما يخليش الهجمه تطلع وفي كثافه عدديه اكتر منك على نص ملعبك. وبالتالي بيضيق مساحات، وفي نفس الوقت بيديك احساس ان انا بضغط من البدايه، فبيبقى مامن جدا الجانب الدفاعي ومامن قوي الجانب الهجومي. وبعدين احيانا يبقى في اخطاء من خط الظهر طبعا، يعني ريال مدريد كان فيه اخطاء، فيلامينجو كان فيه اخطاء، وبرضه الفرق الاقل في المستوى برضه هيبقى فيه اخطاء لو انت عملت الضغط من البدايه، دي هتبقى برضه من الحاجات المهمه جدا. الكور الثابته الشناوي المفروض ان انا اللي بيلعبوا هم الكرات العاليه، وبعدين برضه في وسط الملعب في واحد بيسدد كويس، يبقى واخدين بالنا من الجزئيتين دول. الكورنر والحاجات ديت هتبقى في صالحنا، لان عمليه الرقابه عندهم بيبقى فيه نوع من السرحان شويه. يعني انت مكلف انك تمسك مثلا كهربا، لو كهربا مثلا بعد شويه او اتاخر شويه وتقدم شويه ما بيبقاش في تركيز عليه، وبالتالي هتبقى فرصه كويسه قوي في الكورنر اللي لينا تتلعب على الارض او تلعب لبره وتترفع، بحيث ان عمليه الـ 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 الهروب من الرقابه لراس الحرب او لحمدي فتحي لما هيزيد او ديانج لما هيزيد، هتبقى فرصه كبيره جدا انك انت تجيب هدف باذن الله تعالى. طيب برضه يا كابتن، مهم جدا انه او من المعروف ان مثلا فريق زي فريق الهلال بيلعب دايما من على الاطراف وبيعتمد على الكرات العاليه والعرضيه علشان حد يخش يلعب بدماغه. ايوه دايما بيبقى اللي جاي من ورا. طريقه اللعب دي تتناسب مع الاربعه ولا ممكن يلعب بخمسه؟ لا هو بالنسبه لنا احنا اه لا بالنسبه لنا احنا اعتقد انه منعم
منع ابو زكان، محمود متولي هيلعب اعتقد. لما نام متولي كويس لا مريحه يعني بعد خيارات بقى يعني هو يختار بعد ماتش ريال مدريد مريحه، زي كهربا وزي شادي وزي سافيو، مجموعه كبيره جدا ما لعبهاش. و القندوسي اعتقد برضو في، هل ممكن يبقى ليه دور؟ ممكن يبقى ليه دور في الشوط الثاني، مش هيبدا بيه لا. وطبعا في على الرغم ان هو عنده خبره في دوري ابطال افريقيا، لسه جاي ده، لسه جاي كابتن من بطوله افريقيا المحليين، لعب كل الماتشات ولعب اخر ماتش صحيح، ولعب اخر ماتش مع السنغال، فجاي فيت جاهز هو. بس السنه اللي فاتت سيمي فاينل دوري ابطال افريقيا، عنده الخبره الافريقيه وعنده الخبره بالملاعب ديت، هو مجرد بس عمليه الانسجام ما بينه وما بين هيلعبوا فين، هيلعبوا تحت راسين الحربة ولا هيلعبوا على الطرف، فبرضه دي مش هيبدا بيه في ماتش مهم زي ده. وبرضه عمليه زي ما بنقول لحضرتك دايما صناعه النجم، علشان اصنع نجم واخلي فيه قبول عنده زي ما عمل مع كريستو، عمل ايه في ماتش احنا كسبانينه راح مديله ربع ساعه او ثلث ساعه فالناس تقبلته. فانت برضه كمدير فني عايز الصفقه اللي انت جايبها تنجح. هتنجح ازاي؟ تقدمها على صينيه كده فيها ورد جميله، فانت بتديله في توقيت تبقى انت مثلا كسبان 2-3 ولا حاجه، وتروح دافع بيه اخر ربع ساعه اخر 10 دقائق مع عمليه الانسجام اللي موجوده في التدريب. اذا كان برضه فيه فرصه، وان كانت الفتره اللي جايه هتبقى صعبه، نعمل ماتشات وديه الناس اللي هي عايزه نوع من الانسجام ما بين الخطوط، اذا في فرصه يبقى تتعمل، حتى لو العب مباراه مع قطاع الناشئين، العب هاف تايم ولا حاجه مع فريق 2001 يبقى برضو فرصه جيده. لكن برضو في حاجه مهمه جدا، ال11 اللي هيلعبوا في ماتش الهلال لابد يبقى التوقيت بتاع اللعب بتاعنا لمسه ولمسه ولعب. عشان تلعب الساعه 3 يعني. يعني عشان ده هيفرق برضو يا كابتن؟ هيفرق قوي. هو الجو طبعا هيبقى فيه حراره طبعا. طبعا. اللي انا قصدي عليه انه لو في فرصه ان انا حد هيلتحم مني ويبقى في عنف مش هديله الفرصه دي. اوكي. يعني الكره وهي بتتلعب لي لمسه لمسه ولعبه، لمسه لمسه ولعبه. هيفضل بقى يجري يجري يجري. وبعدين في برضه حاجه مهمه جدا في غايه الاهميه، وهنا عمليه الاستحواذ يبقى فيها صبر. اوكي. يعني خط الظهر. هي الكره معانا. الكره معانا مفيش استعجال، مفيش واحد يروح مقرر بقى يروح واخدها وعاملها طويله. طويله لا. الملعب كويس. وقتك. واحنا راجعين كويس وعدينا بطوله مهمه. العمليه الاستحواذ ايه الغرض من الاستحواذ؟ ان انا من النهايه بفتح جبهه اقدر اخترقها، مش هتحصل بالاستعجال. اعمل عمليه الاستحواذ علشان الراجل اللي بيجري ورا الكوره ده يحصل له نوع من انواع الاحباط. وهي بتتعمل وفي صبر، ولازم كلنا ك11 لعيب يبقى كلنا عندنا الصبر. وبعدين ببان لزميلي دايما في الملعب يبقى فيه دايما مثلثات، يعني انت حضرتك معاك الكوره في الهاف رايت، معاك الجناح راس الحربة بيجي يبقى مشكل راسين حربة او مثلثين مقلوبين. فدي عمليه بتبقى مهمه جدا، عمليه اللمسه واللعبه وبنقرب لبعض. واللمسه ولمسه ولعبه دي بتعمل ايه؟ اولا الى جانب بتعب الاحباط، الى جانب بتعمل نوع من انواع الترابط، الى جانب بجد الثغره اللي انا ممكن اخترق منها. مندفع من الخلف وانا بحضر لقيت حمدي رايح تروح ملعب باله، كهربا راح قاطع ما بين السردباكين او شادي تروح ملعب باله. فالغرض من الاستحواذ هو ده، مش الاستحواذ لغرض الاستحواذ لا. فطبعا بيبقى احيانا بنلاحظ الناس عامله استحواذ وعامله جيم كويس قوي، وبعدين تيجي عند لاعب معين يروح واخد قرار انه يلعبها عكسيه الناحيه الشمال. طب الناحيه الشمال، الناحيه الشمال ما فيهاش حد، انت بتديها ناحيه الشمال ليه؟ لا، ما انا انقل وارجع للسرد باك بتاعي لحد ما زمايلي يروحوا مع الجبهه الشمال علشان يعمل عمليه التحضير عشان الهجمه. فطبعا دي كلها حاجات اعتقد كلنا شايفينها ان الجهاز الفني بيقوم بيها بشكل رائع جدا. وانا مش عارف مدى السعاده اللي انا كنت فيها وانا بتفرج على النادي الاهلي في الاربع مباريات اللي في كاس العالم للانديه، كانت في منتهى السعاده ان تمنا التيم الكبير بطل افريقيا، اكبر نادي في واخد بطولات 144 بطوله، بينافس برشلونه وريال مدريد وبينافس الانديه الكبيره في العالم، اكبر نادي واخد جايب نسبه اهداف، اكتر نادي مشارك،
اكتر نادي واخد بطولات افريقيه، مشاركات في نهائيات كاس عالم. كل الجمال ده لابد ان احنا ببقى سعيد جدا لما الاداء كمان اداء مع نتيجه. الحته بتاعه ان يجي فينا جولين في سبعه في ثلاث اربع دقائق نتيجه انه عدم تركيز طبعا، يعني عدم تركيز او اخطاء فنيه، لان انا برضو في برضو عناصر ما كانتش عندها الخبرات اللي موجوده. يعني الخطا وارد وهم اخطاوا، يعني هم برضو في ريال مدريد ما اخطاوا، الانفرادات اللي حصلت ديت وحسين الشحات لما كان بيعدي من الراجل بتاع منتخب فرنسا بيعدي منه بيشوطها في وطاهر لما حطها بدماغه في المقص، ما دي برضو اخطاء عندهم. فبس هي الاخطاء ان يعني الجول هنا طلع هنا وطلع هنا. الخطا بتاعنا كان وارد جدا، لكنه محمود على فكره محمود كمان يا كابتن من ضمن الحاجات الراجل ممكن يستعين بيه كهاف ديفندر متولي. يعني انت لو هتلاعب رامي عشان الكوار العاليه او كده فممكن محمود متولي يبقى حتى لو انت ما لعبتوش عايز تلعب بثالث في وسط الملعب ممكن يبقى ممكن يبقى احتياطي بديل. يبقى احتياطي بديل. فطبعا دي كلها حاجات بتبقى حاجات مهمة جدا للجهاز الفني انه عنده الذخيرة اللي هي ما تخلوش قلقان وتبقى الدكة يعني واخدة راحتها وواقفة على رجليها ويبقى مطمن ان لو حصل أي حاجة في تغييرات. الراجل اللي بتاع الهلال ابتدى يعمل تغييرات، يبقى أنا عندي العناصر اللي هي ممكن تحبطه في عملية التغيير اللي هو بيعملها. فدي كلها مثل هذه المباراة اعتقد التغيير بيبقى اهم مش اهم ولا حاجه ولكن بيبقى له دور كبير في قرايه الماتش. قرايه الماتش انت بتقرا الماتش انك انت درست الهلال وهتبدا بالتشكيل. طب وبعد بدايه التشكيل حصل لقيت الطريقه اللي كان بيلعب بيها قدام سان داونز حاجه مختلفه او دفع بعنصر اخر على طول، انت مش لازم تستنى. لو لقيت ان ده ممكن عامل لك خلل زي ما كان جوزيه بيعمل والكابتن جوهري بيعمل، مفيش مانع ابدا في الشوط الاولاني اعمل التغيير اذا انا في حاجه. مفيش حاجه، انا ماشي كويس خلاص، الامور ماشيه، بكمل الامور ماشيه. فطبعا دي كلها حاجات المدير الفني بيقراها، وبعدين لما بيلاقي التغييرات وحتى الراجل بيسخن لان هو عنده التشكيل ال 11 وعنده الاحتياطي بتاع الهلال ودارسهم وعارف هم بيدفع بيهم امتى، على طول بيبقى عارفهم دارسهم بحيث ان انا ومجرد هيدفع بفيرو الثاني انا ممكن جدا انزل سيرد باك ثاني او انزل حد في نص الملعب بيجيد الحته دي. يعني محمود متولي ممكن جدا يبقى نقطه مهمه جدا ان هو يلعب في وقت من الاوقات وانت كسبان واحد او اثنين العب بثلاثه زي ما حضرتك قلت، يبقى رامي ومحمود متولي ومحمد عبد المنعم ويبقى في خمسه في وسط الملعب زي ما احنا قلنا برضو في ماتش ريال مدريد. فهو عمليه قرايه المباراه بتبقى مهمه جدا، ودي اللي دايما بيبقى اللي انا بتمناها ان دايما المدير الفني المستشارين اللي معاه اتكلموا معاه في مثل هذه الامور. يعني النبي عليه الصلاه والسلام يعني كان بيستشير وهو اللي بينزل عليه الوحي. مفيش مانع ابدا ان انا كمدير فني يبقى الناس اللي موجودين معايا حد يقول لي زي ما انت بتشوف جوارديولا الراجل طبعا. كان بتاع الارسنال كان مساعد معاه. الماتش كان شغال دلوقتي 1-0 لمانشستر سيتي. اتعادلوا 1-1؟ وانا داخل اتعادلوا 1-1. 1-1 فهو لازم يستشير الناس اللي حواليه او الناس اللي حواليه يوضحوا له حاجه، يقوم يقول له في الحاجه الفلانيه لمجرد التذكير. انا ممكن انا كانسان ممكن انفعل مع المباراه. الحاجه صحيح. الثانيه المحللين يا كابتن اللي قاعدين مش قاعدين بيتفرجوا على الماتش، ما بيتفرجوش على الماتش بتاعنا، ده بيتفرج على الفرقه الثانيه. يعني الراجل اللي بيحلل والمخطط الاحمال والمدرب العام بتاعه هو مش مركز على فرقه النادي الاهلي وبس، ده مركز على فرقه الهلال بيلعبوا ازاي وهيعملوا ايه. فممكن جدا اقوم بالورقه اللي معايا او باللابتوب اللي معايا اقول له في الحته الفلانيه خد بالك ده هيكثف من ناحيه الشمال يستغل انطلاقات علي معلول فبيحط اثنين على علي معلول، لابد يبقى في تغييره انك تقفل الجبهه دي. مين اللي يقول الكلام ده؟ الناس اللي موجودين معاه لو هو تاخر في عمليه يبقى في دايما الحته دي، واعتقد انها موجوده. يعني اعتقد انها انا شايفها موجوده. احيانا بتتاخر شويه لان احنا بشر.
لما تتاخر شويه ما جراش حاجه. ناخد بالنا منها، ودايما وانت في قمه ادائك وفي عظمه الاداء بتاعك تقيم نفسك وتظلم طبعا. نفسك دي اهم حاجه، اظلم نفسك انك انت لا انا راجع من كاس عالم عامل اداء ولا اروع ومع ذلك انا بعمل ايه؟ طيب بقيم نفسي وادي لنفسي بدل ما ادي لنفسي 9/10 ادي لنفسي 6/10. معلش يا كابتن اخيرا قبل ما اسيب حضرتك عايز برضو اسالك على منتخب الشباب، احنا عندنا مباريات مهمه وعندنا بطوله امم افريقيا، هذا المنتخب ما اعرفش هل هو مظلوم هل هو ما اعرفش في ايه، لكن في النهايه هو منتخب يمثل مصر في بطوله مهمه جدا تؤهل للاولمبيكس والى كاس العالم، من وجهه نظرك هل من الممكن ان نرى منتخب يؤدي بشكل جيد؟ شوف يا كابتن انت شفت حاجه لا يعني هقول لحضرتك حاجه على مدى يعني انا بترشح للمنتخبات من سنه 81 من سنه 81 ورحنا البرازيل ورجعنا وعلى رفه الاتحاد ورحنا هنا اربع مرات يطلع قرارات ان انا امسك منتخب 19 23 ومع ذلك على مدى تاريخ البطولات الناشئين احنا ما بناخدش ما بنوصلش كاس عالم خالص زي غانا والكاميرون والجماعه دول. اكتر دولة في العالم بتدي اهتمام بقطاعات الناشئين احنا فعلا تدي. امال ايه يا كابتن انت الفرقة دي متجمعة بقالها كام سنة؟ سنتين سنة يا كابتن سنتين ايهاب جلال ماشي كان لعيب عندي مدرب حراس المرمى مظبوط بقالهم سنتين في اي دولة في افريقيا بتعمل منتخب بتعمل معسكر ليه سنتين؟ ليه لا توجد نتائج جيدة؟ يعني سنتين وبعدين ايه بقى يا كابتن؟ ماتشات على طول ماتشات ودية والى اخره، لكن دايما في عملية الاختيار لابد يبقى المدير الفني ما هوش جاي نتيجة ما يعني ما بنجرحش بتكلم على تكلم بشكل عام بتكلم بشكل عام المدير الفني اللي انا هجيبه علشان لما صفقة حسن شحاتة لما رجعنا من البرازيل لولا انه عصام عبد المنعم وممدوح عباس جابوا حسن شحاتة ما كانش هيجي صحيح ما كانش هيجي فالاختيار لما يبقى في محله هيختار لعيبه كويسه عينيه كويسه هيبتدي يعمل شغل جيد الشغل ده هينعكس على النتائج على الاداء خدوا بطوله افريقيا وطبعا عملوا نتائج مبهره جدا وكل اللعيبه اللي كانوا موجودين وصلوا لمرحله في غايه الروعه فطبعا عمليه الاختيار المدير الفني بيبقى كل عضو مجلس اداره عايز يجيب واحد تبعه طبعا دي حاجات كلها ما هيش في صالح عمليه الاختيار يعني صحيح. فريق برضو الشباب الناشئين اللي طلع برضو نتيجه خلل على الرغم ان برضو بقالهم سنتين كانوا موجودين ما حدش بيعمل كده الا مصر ومع ذلك النتائج سيئه بتمنى من كل قلبي لان الفرقه دي ان شاء الله فيها عناصر جيده طب الحمد لله ان شاء الله ان شاء الله يعملوا حاجه مشرفه باذن الله على الرغم ان المجموعه بتاعتهم صعبة وخاصة السنغال سنغال نيجيريا عندهم أربعة خمسة محترفين يعني كسبوا تونس امبارح ودي لا فرقة تقيلة السنغال فرقة تقيلة يعني فبنتمنى لهم التوفيق وللجهاز الفني كابتن محمود والإيهاب وكل المجموعة إن شاء الله يعملوا يوصلوا للمرحلة النهائية ويروحوا كأس عالم بإذن الله يا رب إن شاء الله أنا بشكرك جدا يا كابتن عادل على وجودك معانا شكرا جزيلا شكرا كابتن هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل كريم سعيد وأحمد ثابت في ضيافة البيت الكبير